في فناء منارة عدن الذي صار متنفسا لمختلف الفعاليات الثقافية، اختتم معرض الصور الفوتوغرافية المعنون ب180 يوم حرب، والذي استمر لأيام وافقت ذكرى اجتياح الميليشيا الانقلابية لعدن. المعرض تضمن صورا لمختلف الصحفيين الذين غطوا الحرب ووثقوا مشاهد إنسانية للمدينة التي شهدت حصارا خانقا، كما وثق المعرض مقاومة أبناء عدن وانتصارهم. مجموعة من الصور التي تنقسم إلى أكثر من قسم، وهي أولا إن كنا نتحدث على القسم الأول وهو قسم بداية الحرب، ومن ثم عرضنا الدمار. الفعاليات الثقافية زادت وتيرتها في عدن رغم الظروف الأمنية وشحة الإمكانيات، ورغم موات المؤسسات الثقافية الرسمية كمكتب وزارة الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب وبقية الهيئات الرسمية للفنون بأنواعها. أسباب عديدة، منها تهميش الثقافة، تهميش الوعي، أصبحت السياسة هي الطاغية على كل الأمور اللي حاصلة في البلد. نادي السرد في عدن الذي تأسس بداية العام يحاول تغطية هذا الفراغ، حيث أقام ثاني فعالياته بحفل توقيع رواية وصباحية أدبية قرأت فيها عدة قصص للكتاب الشباب. هذه الفعالية فتحت أسئلة الإنتاج الأدبي الذي يشهد ركودا منذ سنوات وزاد ركوده جراء الحرب الدائرة في البلد. ويعتبر الفن التشكيلي الأكثر نشاطا في رزنامة الفعاليات الثقافية للمدينة في الأسابيع الأخيرة، إذ تخللت الكثير من الفعاليات معارض تشكيلية، بالإضافة إلى أول معرض تشكيلي منفرد يقام في عدن ما بعد الحرب. الوضع الذي نعيشه في هذه الفترة وفي هذه اللحظات العصيبة، إلا أننا نؤكد بأننا لازلنا قادرين على العطاء. ويعد فنانو معهد جميل غانم للفنون الجميلة بتزايد عدد المعارض والفعاليات لولا الأحداث الأمنية التي حالت دون إقامة أغلب الفعاليات الفنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.